فاتن حبيبتي تقول هل سأندم لو اخترت وظيفة ممتعة لكن ما لها أقل لأن قيمة المتعة أعلى أم سأندم على العكس؟ يعني انتي ما انتي محتاجة انك تدخلين هل سأندم وهل ادخلي الوظيفة وشوفي القصة، ادخلي الوظيفة وعيشي المتعة حقت الوظيفة هذه وخذي الفلوس القليلة على كلامك وعيشي حياتك وفقا لهذه القصة وشوفي شوفي هي تصلح ما تصلح، مناسبة غير مناسبة. اعتقد هذه الطريقة اللي انتي تقررين فيها. مالك يقول ما هو احلى شيء اشتريتيه واستمتعتي فيه؟ شيء مادي؟ ما عندي متع كثيرة مرتبطة بالشنط، الجزم مو كثير، الأزياء استمتع فيها كثير، أحس فيها جمال وأحس فيها أحس فيها تعابير للمشاعر، يعني تحس أنها تنطبع عليك. يعني اليوم اللي ألبس فيه اللون مع النقشة أحسها تعطي شعور معين فتمتعني. المجوهرات جدا جدا ممتعة بالنسبة لي، جدا جدا من الأشياء المادية اللي مرة مرة تمتعني. السيارة ما شريت سيارة ما أدري ليش إلى الحين، ما يمكن والله يوم من الأيام أشتري فراري حمراء، ما أدري ليش إلى الحين ما جت. يعني ما أحس إني إذا شريت سيارة، والله يمكن ما أدري بعد، أنا ما أخذت التجربة. يعني يمكن إذا شريت سيارة كذا أفرح وكذا. لا البيانو لا عادي، لا مو ممتع كثير، أنا ما أعزف بيانو، يعني محمد يعزف أكثر مني، بس عادي مو من الأشياء اللي يعني مستمتع فيها. لا الفراحة حمراء يمكن ما أدري. وش بعد الأشياء المادية اللي تمتعني؟ يعني الأكل شوية كثير مضبوط بقيمة الصحة، فما أفكر أنه الأكل هذا لازم يكون ممتع، أفكر أنه لازم يكون صحي. يعني أول خيار أفكر فيه بالأكل أنه هو صحي، وبعدين أقول إيه طعمه زين ممتع وكذا بهالطريقة. الحيوانات أوه أكيد، بس ما أدري يمكن ما أعتبرها مادية، مع أنها بعضها تنشر بفلوس يعني، بس لا ما أعتبر الحيوانات شيء مادي، لأنه أحس الشيء مشاعري أكثر، مشاعري بكثير من أنه كونه مادي. السفر نص مو يعني عموما أنا عندي قدر مرتبط بالسفر وعدم الاستقرار والانتقال وكذا، يعني حاولت أني أتكيف وأني يعني لما أسافر أحاول أني أستمتع، بس كخيار أني أنا أسافر وأستمتع وانبسط ما هي حاضرة كثير، ما هي حاضرة كثير. وش بعد؟ الرسم انه اوف، ولا ما اعتبره مادي، بعتبره مشاعري. الرسم عندي انه اوف صراحة، وانا صغيرة كان حاضر اكثر صراحة، في الثانوية مرحلة الثانوية كان حاضر اكثر في حياتي، الحين اقل. في تقريبا 21 عام 21 أظن على الكورونا رجع أكثر، كان حاضر أكثر، والآن أقل، بس إنه وارد يعني on off كذا. الكتابة كل يوم، الكتابة فعلك كل يوم، إذا ما كتبت أحس إنه في شيء مو أوكي. كل يوم الكتابة والتسجيل، التسجيل مو كل يوم بس الكتابة لا حاضرة يعني بقوة. الشنط لا مو
عندي والله شنط حلوة بس ما أعتبرها ممتعة، أعتبرها يعني كانت لأهداف كذا بس. تقولك أدعوك لتصفح صفحتي، أنا فنانة قلبي أنتي، الله يقويك. وش تكتبين؟ إيه وش أكتب؟ عجيب إيش السؤال، يقولك وش تكتبين؟ أوه ماي جاد يا جماعة، المكياج لا، ما لا مو حاضر. Thank you Sky. كنا طولنا عليكم ندور سؤال خنفشاري. قولي ايش وش تكتبين؟ وين السؤال الخنفشاري؟ استمتاع بسرقة المال. ليش؟ برضو هذه حالة إدمان ورطة. موني حبيبتي تقول أدير أموالي بشكل جيد وعندي وظيفة، بس لما أجلس مع ناس يستمتعون بالمال أشعر بالعار. لما أشوف في بيئتي بنات شنطهم بآلاف الألوفات أحس كثير أني أنا في شح. قصدك اللايف ستايل حقهم يحسك أن أنت بخيلة، أنه أنت بخيلة على نفسك. السؤال هي فلوسك وينها؟ وينها؟ يعني شوفي، كل واحد لو احنا كذا يعني نقعد نبغى نتهم بعضنا بالبخل، كل شخص يقدر يتهم شخص ثاني بالبخل لأنه ما يدفع المال وفقا لقيمه هو الشخص الثاني. كل شخص يعني أنا باعتبار قيمي وباعتبار الحياة اللي أنا أشوفها سليمة، أعتبر اللي ما يدفع على كورس بخيل على نفسه، أعتبره بخيل. اللي ما يشتري كتاب عشان يحسن كل حياته، كتاب يحسن كل حياتك، كورس يحسن كل حياتك، ما تدفع بخيل. والله شوفه بخيل. هذه السيدة البخيلة تلقين معها شنطة شانيل، ما تعد نفسها بخيلة، ما تعتبر نفسها بخيلة. بس ممكن تشوفني أنا لابسة شنطة عادية أو جزمة عادية تعتبرني بخيلة. ليه؟ لأن تعتبر أني أنا ما حطيت فلوسي، وأنا عندي ثرية وثرية وعندي فلوس، ما حطيت فلوسي بالشنطة أو بالجزمة الغالي، بس أنا حاطة فلوسي في مكان ثاني. أوكي، حاطة فلوسي في صحتي، حاطة فلوسي في أشياء أنا مؤمنة فيها. فالسؤال، أنت مؤمنة بالشنطة ألاف الألوفات ولا ما أنت مؤمنة فيها؟ إذا أنت مؤمنة فيها روحي واشتريها، لا تقعدين كذا منزعجة ومتلخبطة عشان هذا الموضوع. إذا تحسين أنه أنت في مرحلة، هذه مو مرحلتك، هذه سيارة الفراري مو مرحلتك، أنا الحين مرحلتي هالسيارة، مرحلتي هذه الشنطة، خلص. أنا ماشية مع جدولي، ماني ماشية مع جدول الناس، ما أدري عن جداولهم، ما أدري هم ماشيين بالجدول صح ولا ماشيين بالجدول غلط، ولا اللي دخل فيهم. ولا المفروض إذا شفت أحد معاه فراري حمراء إنه يهز شعره فيني، ما يهز شعره فيني، شعره ما تنهز. أنا ودي بطيارة خاصة، ولو شفت أحد مع طيارة خاصة ما يهز شعره فيني، بس مرة بفرح إني أشوفها وإني أتفرج، مرة بتكون وناسة، بس ما تهز شعره فيني إني تلخبطني أو تلخبط جدولي أو برنامجي أو إني أنا يلا بسحب كل فلوسي عشان أسوي، لا طبعاً. هذا هو مستواه، هو وصل لهذه القصة، طريقة صحيحة وطريقة غلط، جدول ماشي صح وجدول ماشي غلط، كل واحد عنده قصته. بس لا تتهمين نفسك انك انت بخيلة او انك شحيحة لانك قاعدة تديرين الاموال بطريقتك، ولا تسمحين للوعي الجمعي انه هو يؤثر على ادارتك في المال. لا تسمحين، انت تديرين المال بطريقتك، انت تعرفين كم عندك، كم ممتلكاتك، كم ارقامك، كم الرقم اللي يشعرك بالامان. ولا واحد من هالاشخاص، يمكن هذه البنت اللي معها شنطة بألوفات الألوفات رقم الامان عندها 1000 بس، خلاص ما فوق 1000 هذا هي يعني
يعني تولع فيه النار، فهمتي؟ ألف بالنسبة لها أمان، ما فوق الألف هي تولع فيه النار عادي عندها. أنت بالنسبة لك الأمان يمكن 100,000، ما تروحين تشترين والله أي شنطة ولا أي شيء بأي مبلغ وأنت ما حصلتي الرقم هذا اللي يشعرك بالأمان. وعلى فكرة، وأنت تتابع في السوشيال ميديا وتشوف الناس الأثرياء واللي معهم فلوس واللي يستعرضون أموالهم، لأن هذا دورهم، هذا شغلهم، هذا بزنسهم، دور المال القديم في تعزيز زيادة أموالهم، أيا كان السبب استمتع وانت تشوف، انبسط. إذا تبغى حط النية في المستقبل أنك أنت تحصل على شيء، بس ما يعني أنك تلخبط جدولك، لا يعني أنك تلخبط جدولك. وإذا حسيت يوم من الأيام أنه متابعتك لشخص ثري أو رؤيتك لشخص مع أموال بيلخبط جدولك، اقعد شوي مع نفسك وسوي أنفولو. صدق يعني إذا تشعرين أنه صداقتك لهذول البنات اللي معهم شنط بألوفات الألوفات بتربك جدول حياتك، أقولك انسحبي من هذه العلاقة. انسحبي، ما أنتي مضطرة. أنا لو مكانك بقول لك هذا يوم السعد اللي تصادقينهم، لأنهم يختصرون عليك الثراء. أنا هذه وجهة نظري، حتى لو ما معي شنطة بألوفات الألوفات بروح وبتعرف عليهم، لأنهم هم طاقة ثراء تساعدني على الوصول للثراء، طاقة ثراء. لكن إذا هذا بيلخبط شعورك، لا يا ماما، شعورك مهم. إذا بيلخبط جدولك وبيلخبط أموالك، لا معليش، جدولك مهم وشعورك مهم، انسحبي لفترة. ممكن انك انت ما تحطين عليهم اكس وتسوي لهم بلوك، بس لفترة قولي والله الفترة هذه مشغولة وعندي مشاريع وقاعدة اشتغل على نفسي وقاعدة اسوي تنظيفات. المهم، وانشغلي على نفسك فترة، لما تحسين انت اوكي انا الان في مستواهم او قريبة منهم او اقدر اشتري لي تلك الشنطة واكون يعني في نفس المستوى. بس لا تروحين مع شخص يشعرك بالثراء، مو بالعار، مو لانه هو يشعرك بالعار، لانك انت تشعرين بالعار لما تكونين معهم. ما المفروض انها تكون هذه العلاقه موجوده. واخر شيء ابغى اقول لك، نظفي العار. اكيد انه بدون ادنى شك انه انت عندك قصه مرتبطه بالمال، يعني انت في الطريق قاعده تصححين شيء وتضبطين شيء، والله يقويك. ترى مو سهل الشخص لما يصحح كارمة الفقر، تحسبون الموضوع سهل؟ لكل شخص جته الفلوس كذا ضربة حظ، أوكي، فتح السناب وجت له ضربة، أقول يعني أنت يعني تحمد ربك. ترى في ناس عندهم كارمات فقر يقعدون طول عمرهم، وقت طويل هم يصححون كارمة فقر، أجداد وأخطاء سواها في الحياة وديون تورط فيها، يقعد يصحح يطول. ما هو سهل. في هالفترة ما تبغى بعد أحد يغثك زيادة ويزعجك زيادة. لا انا اعرف انه انت في الطريق، اكيد انك عندك نيه ترى، او على الاقل نيه حريه ماليه، وقاعد تشتغلين وشغلك مقدر. بس هالمشاعر اللي تطلع لك في الطريق لها رساله ولازم تتنظف. فابغى اقول لك نظفي العار، عندنا ماده الثقه بالنفس، نظفي العار، وان شاء الله على يناير تصير امورك احسن وتدخلين معنا نيه الثراء ونشتغل بشكل اعمق بعد.